السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة كنت ماشي وقابلت صديق فبنتكلم، أخوه بيبني بيت، فقلت له تعالى نروح نسلم عليه كده هو في البيت. فروحنا كان البيت بيتبني وهو قاعد واقف بيتكلم مع اللي بيبني أو المقاول، يعني رئيس العمال. العمال ماشي وهو حد كده بيبني، صديق لينا يعني أعرف شخصيا. فسلمت عليه وسلمت صاحب البيت، والمهم صاحب ده قال ايه ده، ازاي دي معموله كده، ازاي دي، لا لا ما ينفعش، ده كده ممكن يعمل مشاكل في المستقبل، شيل دي وحط دي واعمل دي، وقعد يتكلم كلام كتير قوي. وانا ساكت مش راضي اعترض على الكلام اللي هو بيقوله، صاحب البيت ساكت مش راضي يتكلم برضه، اخوه بيتكلم فسايبه، والمقاول برضه يعني شايف نعمل له يا باشمهندس وبتاع، فساكت ومش عايز يتجادل ولا يتناقش ولا حاجه خالص. وبعد ما مشي بيقول لنا اخوانا يعني هعمل ايه، امشي على كلامه ولا اكمل ولا البيت هيقع ولا. فصاحبي قال له هتعدل الكلام ليه، مش احنا متفقين وبدات انت اشتغلت؟ قال له عشان الباشمهندس اخوك، قال له اولا هو مهندس بترول فمالوش ان هو يفتي في الانشائي، تمام، انت متفقين على حاجه كملها، ولما حد يعترض عنده علم ودارس علم الانشائي خلاص نبدا نتكلم. ان هو لا يعني زي ما العلماء بيقولوا، من تكلم في غير فنه اتى بالعجيب، من تكلم في غير فنه اتى بالعجيب. انا ما فهمش حاجه مفتش فيها، من ساعات ناس كتير قالوا مثلا اتصلوا بيا عايزينك تشرح لنا مثلا محطات، انا ما فهمش اعتذر، او اشرح لنا مثلا حاجه معينه ما فهمش فيها خلاص انا بعتذر، ما اشتغلتش بيها ما فهمش فيها، فمش مش هحرج نفسي. بنفاجئ بقى ان يجي واحد مثقف، لقب مثقف ده او علماني او ليبرالي او حداثي او تنويري او اي من الالقاب الكبيره دي، مع احترامنا للجميع، بس هو بيجي يتكلم في حاجه هو ما فيهاش فيها خالص، تيجي تساله على المصدر بتاعه تلاقيه مش عارف، او يقعد يقول لك ايه في مقدمه الموطأ، الموطأ ملوش مقدمه، يقعد بقى يفري اي حاجه. في حد قبل كده كان عمال يتكلم على المعتزله وعمال يتكلم ساعه ونص، وبعد كده سؤال بسيط اذكر اي كتب للمعتزله، ليهم كتب كتير جدا زي عبد القادر عمل كتب كتيره، فيه مش عارف اسمه ولا كتاب لعبد القادر، تمام، مش عارف ولا كتاب ولا كتاب للمعتزله، مش عارف يذكر اي اسم اي كتاب للمعتزله، لا كتب بتهاجم ولا كتب بتدافع ولا كتب ليهم هم. فده باي اساس هو قرا كلمتين على ويكيبيديا وجاي يعمل نفسه العلامه الفهام حافظ كلمتين يقولهم؟ شفنا كتير جدا بيفتي فلما نعترض الناس يقول لك إيه، انت بتعترض لان هو بيتكلم في الدين ولا لانه ما عندوش علم؟ اكيد لانه ما عندوش علم، اتكلم في الدين بعلم. يعني زي ما احنا ما ينفعش مثلا ايه نيجي نفتي في الكوفيد 19 ونقول لا المصل ما بيعملش حاجه ومش هناخد المضاد والحاجات دي كلها، رغم ان الدكاتره اتكلمت. يعني انا لو انا بتكلم ما تاخدش في كلامي، مش هتلاقيني ولا مره كنت في الموضوع دوت الا من ناحيه المبنى هيتعمل ازاي انشائيا او معماريا او كده، انما هتكلم في الطب والفيروسات انا مش متخيل حاجه بتحصل ازاي، لا مش هتكلم. فتلاقي واحد بيفتي في الدين لان هو مفيش حد بيدافع، لو هو اتكلم في الطب هتلاقي نقابه الاطباء، لو اتكلم في اي حاجه هتلاقي النقابه بتاعتها بتتدخل وتقول يا اخوانا الراجل ده ما ينفعش ان هو يتكلم، هو مش عارف اصلا الفرق بين مثلا ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد، ولا فاهم اي حاجه خالص ولا قرا كتب، مجرد بس ان هو بيقرا المقدمه ومش عارف يقرا اسم الكتاب، تمام، لانه لم يقرأ على شيخ، لانه يعني ولد عالم ما ينفعش الشيخ هو اللي يعلمه. ف تحضرني ابواب للقاضي عبد الوهاب المالكي بيقول ايه، متى يتصل العطش الى ارتواء اذا اشتقت البحار من الرقية، الرقية اللي هي الحاجه الصغيره خالص، يعني تخيل ان البحر ده بياخد من الرقية خلاص مش الماء مش هتكفي، العكس هو المفروض يحصل. ومن يثني الاصاغر عن مراد وقد جلس الاكابر في الزوايا، يعني عندنا علماء كتير جدا في الازهر وغير الازهر لكن ما بيجوش التلفزيون لان هو مش هيقول الكلام الكذب او التهريج. وان ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من احدى البلايا، اذا استوت الاسافل والاعالي فقد طابت منادمة المنية. وجزاكم الله خير.